بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد جميعا، أولئك القوم الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم وأرضهم واجعلنا من محبيهم المحسنين متابعتهم يا ذا الجلال والكرام. وبعد، الحديث حول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي فيه بيان أركان الإسلام، أن هذا الدين دين الإسلام له أركان أربع خمسة لا بد من النظر فيها والتأكد من القيام بها، منها ما هو على حسب الاستطاعة، ومنه ما هو واجب على كل إنسان إذا كان يعقل ويقدر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، يعني خمسة أركان، خمس قواعد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من تحقيقها، فإذا دخلها استغاثة بأي جني من الشياطين أو ملك من الملائكة أو ميت من الأموات وامثال ذلك، فإنها لم تتحقق الشهادة. والناس يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم مع ذلك يخلطون في الشرك، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أو غيره، قال: عجب من مشرك هذا الزمن، العرب في الجاهلية أعرف منهم بكلمة لا إله إلا الله منهم، يعني العرب لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إنها لا إلى آخره، استنكروا. المسلمون في كل وقتنا الآن إلا ما شاء الله يقول الواحد لا إله إلا الله، وهو يستغيث بشيخ الصوفية، فلان فلان، بالجيلاني، إلى غير ذلك يستغيث، أو يستغيث بمن عرفوا أنهم على أكبر الذنوب كابن عربي، محي الدين بن عربي، الذي يقول عنه الذين أدركوه كالعز بن عبد السلام إمام الشافعية في وقته، إن هذا نجس خبيث زنديق لا يحرم فرجا، يعني محب الدين بن عربي، ومع ذلك فيه من يستغيث به. فالاستغاثة بغير الله جل وعلا إنما هي شرك في عبادة الله، فما تحقق معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله. المعبودات كثيرة من الأصنام وغير ذلك، ولكن المعبود بحق هو الله جل وعلا، وهو المطلوب منه أن يرزق ويخلق ويفعل إلى آخره، فلا بد للمسلم أن يحقق شهادة التوحيد. وشهادة التوحيد لا تصلح إذا قرن معها إشراك بالله جل وعلا. والشرك منه ما هو شرك أكبر يخرج من الملة كدعاء غير الله، ومنه ما هو من أنواع الرياء والنفاق العملي، هو لا يخرج من الدين إلا إذا اعتقد العامل أن ذلك الشيء بهذه الصفة حق أيضا. النبي لما قال له واحد ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فلتحرص أيها المسلم على فيما يتعلق. وإني بالنسبة للكتب، من أفضل الكتب المتداولة بين يدي الناس كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي
رحمة الله عليه، الذي في مطلعه في أول الكتاب يقول النبي لمعاذ بن جبل وهو رضيف له في الحديث في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال له: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا، هذا هو حق الله. أتدري ما حق العباد على الله إذا عبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذب أحدا لم يشرك بالله شيئا. فاحرص أيها المسلم على صيانة عقيدتك، توحيدك لله، فإن معنى التوحيد أنك وحدت الله وحده بالعبادة. الناس يعلمون حتى في الجاهلية أن الخالق هو الله، كما ذكر الله في القرآن: ولئن شئت سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، إلى آخره، خلق السماوات يقولون الله. ومع ذلك لبست عليهم الشياطين حتى ظنوا أنهم بأعمالهم التي يقومون بها يجعلون أولئك شفعاء لهم فيما بينهم وبين الله. والله جل وعلا لا يقبل من شفاعة أحد شفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا أحد يشفع إلا أن يؤذن له بالشفاعة يأذن بها الله. فاحرص أيها المسلم على تحقيق التوحيد، ثم اعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وإن صدقت فيها لم تتحقق إذا لم تشهد أن محمد رسول الله، لأن محمدا أرسله الله، فإذا لم تشهد بذلك فأنت رددت أمر الله، والله جل وعلا لا يقبل من أحد أن يرد له أمر، فاحرص على ذلك. ثم اعلم أنه لا يصح لك أن تتعبد لله إلا بأن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله، يعني لا تأتينا محبة الله لنا إلا إن تابعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك، وينظر أيضا ما يتعبد إلى الله بعبادة إلا بعد أن يتحقق أن هذه العبادة قد شرعها رسول الله، سنها، لأن النبي قال كما سمع: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحرص أن تكون حريصا على البعد عن البدع في كل أمورك، إلا فيما يتعلق ببدع تحصيل الحياة من صناعات وغير ذلك، فهذه أمور دنيوية ليست من العبادة. لكن فيما يتعلق بالعبادة لا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه، ولن تهتدي إلى ما شرعه إلا بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أنصح كل من أمكن أن أنصحه أن يعتني بكتاب التوحيد الذي مكتوب عليه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فإن فيه فيما يتعلق بالعبادة، وفيه فيما يتعلق بالحذر من الشرك ومن الرياء ومن السحر ومن ربط خيوط للبركة أو غير ذلك، كل هذه من الأمور التي حذر منها في هذا الكتاب، ولم يأتي من عنده بشيء، وإنما هو متبع لهدي صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. فاحرص على أن تحقق توحيدك وأن تتفقد نفس أنت نفسك بنفسك، وإذا أشكل عليك أي أمر في هذه الحياة يتعلق بعبادتك فاسأل أهل العلم، ثم لا تسأل إلا من تعلم أنه ليس من أهل البدع والضلالات، فإن أهل البدع يحسنون ما هم عليه من البدع، كالموالد مثلا، كالشفاعات، لا أحد يشفع حتى يأذن الله للشفع، وأفضل الشفعاء وأعظمهم قدرا وأكبرهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو لا يبدأ بالشفاعة، يأتي يوم القيامة عندما يتدافع الناس
طلب الشفاعة ابتداء من آدم إلى أن يصل إلى محمد، ما يذهب يشفع، يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد لا يذكرها في الدنيا، حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع ثم يشفع. لا أحد يشفع من نفسه من دون أن يؤذن له. إذن الشفعاء الذين يتخذون، من أين حصلت لهم هذه الدعوة؟ كفار الجهلية من العزة واللات ومنات يزعمون أنها تشفع لهم عند الله، أو سوع ويغوث إلى آخره. كل هذه من إحداثات الشيطان وجنده وأعوانه، ولكن شرائع الله جل وعلا المحققة والمختومة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم براءة من كل هذه المشاكل. فاحرص أيها المسلم وتحرى واعلم أن هذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول. لا يقبل الله من أحد دينا كائنا من كان إلا أن يتدين بالإسلام، ثم هو دين الأنبياء والرسل. كل رسول إنما يتدين بالدين الذي قال الله عنه إن الدين عند الله الإسلام، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والحديث في الصحيحين إلا أن حج البيت ذكره البخاري قبل الصيام، ولكنه باتفاق أهل العلم أن الحديث متفق عليه من الشيخين وغيرهما. فاحرص أخي المسلم واجتهد في أمر تحقيق عبادتك، وإذا أردت أن تتقرب إلى الله بعمل فانظر إن كان من هذه الصلوات الخمس، حيث بين فيها كيفية أدائها فهذا حسن، وإن أردت أن تتعبد بعبادة أخرى فانظر هل سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلوات الخمس أمرها ولله الحمد معلوم في أوقاتها التي شرعها الله جل وعلا في ليل أو نهار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس وقال للناس صلوا كما رأيتموني أصلي. وحديث المسيء صلاة سبقا أشرت إليه، فلا بد للمصلي أن يشهد أن لا إله إلا الله. ثم لا تصح صلاة إلا وأن يذكر في تلك الصلاة الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل هذا لا بد من ذكره في الصلاة، فكأن الركن الثاني من أركان الإسلام اشتمل معه على الركن الأول، والركن الأول هو الأساس في جميع العبادات. أي عبادة لا تكون منضوية تحت الشعار الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، أي بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فهو عمل لا ينفع. فاحرص على ذلك كله، ولا أحب الإطالة في هذا، وإن شاء الله سيأتي فيما يأتي تفصيل عما يتعلق بالصلاة وأدائها وكيفية أدائها ونوافلها، مما أسأل الله جل وعلا أن يفيدني ويفيد السامعين ومن يبلغهم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل لوجه الله، وأن يمنحنا جميعا تذكر التوبة في كل وقت والإكثار من الاستغفار في كل حال لما في ذلك من الخير العظيم للعباد. سبقا كررت أن الاستغفار له شأن عظيم، كفارة لما قد يكون أدرج في المجلس مما لا يليق، لأنه يتضمن الاستغفار منضو على التوبة إلى الله، ثم أيضا يكون سبب خزانة للأعمال التي قيلت في ذلك المجلس. فاحرص أيها المسلم على تكرارها. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار،
لما يعلم صلى الله عليه وسلم من عظيم فائدته وجليل آثاره فاحرص عليه أيها المسلم. ولا يقول الواحد ما أتذكر ذنبا لأستغفر، لا، كما هو معلوم الله يقول يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، والخبر هذا من الله، يقول وأنا أغفر الذنوب، ماذا؟ فاستغفروني أغفر لكم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون، هذا خبر من الصادق المصدوق، لا أحد مسلم. يقول عليه السلام وخير الخطائين التوابون. فعود نفسك يا أخي مسلم على الاكثار من أستغفر الله وأتوب إليه، الله استغفر الله وأتوب إليه. ربنا يحب التوابين ويحب المستغفرين، وكل واحد عاقل يحب أن يتوسل إلى الله بشيء يحبه الله جل وعلا عليه، وفي ذلك من الخير ما هو معلوم. فاحرص أخي المسلم على هذا، وإن شاء الله أرجو الله جل وعلا أن يسهل لنا جميعا الالتقاء في هذه الليالي المقبلة، وأن يوفقنا أيضا لحسن القول والاستدلال، فاحرص على ذلك كله. وأسأل الله أن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يعاملنا بعفوه ويرحمنا برحمته، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكشف عن المسلمين كل الفتن ويوفقهم لحسن التوبة وصدقها والإخلاص لله في الأعمال الصالحة، وأن يوفقنا جميعا لتجنب كل ما يشين من أقوال وأفعال. كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمشركين الضالين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا مطمئنا آمنا في سخاء ورخاء وإيمان، وأن يحقق ذلك للمسلمين في كل مكان، وأن يكشف عنا كل بلاء وشر، وأن يوفقنا جميعا للإكثار من التوبة والاستغفار والمحافظة على فرائض هذا الدين، التي أجلها بعد الشهادتين أداء الصلوات الخمس في أوقاتها على الصفة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله، كما أسأله سبحانه أن يعاجل بالفرج والنصر والتمكين للبلاد المظلومة المظلومة، بلاد الشام التي تولى عليها أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه، فنسأل الله أن يعاجلهم بالفرج. بماذا؟ بأن يوفقهم للتوبة الصادقة والرجوع إلى الله بصدق وإخلاص، وأن ينصرهم على عدوهم المستشري في شره، كما نسأله جل وعلا أن يرينا في من يعينون تلك الدولة على ظلمها وعدوانها وشرها وخبثها، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، من الصفويين والأحزاب المنضوية تحت ظلهم السيء، ومن الدول الكافرة المحقق كفرها الذين يمدون تلك الدولة النصيرية التي سبق أن كررت على أسماعكم أنها دولة خبيثة لا شأن لها في الإسلام، وأنهم يرون أن علي بن أبي طالب هو الله، وأنه هو الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن محمدا خلق سلمان الفارسي ويسمونه الباب. وانظروا أيضا إلى عقول هؤلاء ومن يدعون العلم، يخلق علي الذي لم يولد إلا بعد زواج محمد صلى الله عليه وسلم وقرب البعثة، ومع ذلك يزعمون هو الذي خلق محمدا، ثم محمد يخلق سلمان، وسلمان الفارسي أكبر من النبي بعشرات السنين. إنما هي العقول الفاسدة التي لا تصلح للشيء، البهائم وأعقل منها، فنسأل الله أن يرينا فيهم ما يسر كل مؤمن ويخيب كل فاسق وشيطان، وأن يري الدول الكافرة مصائب في بلادها وانشغالا في حياتها وفسادا فيها ما تصنعه في أمورها كلها، بما في ذلك الصفويون الذين أشرت في إحدى الليالي أن ملك الصفوية في آخر القرن التاسع وأول العاشر
حمل أهل خراسان على أن يتخلوا عن المذهب الشافعي، وكان أكثرهم شافعية، وقتل منهم أكثر من 1,000,000 نفر، وألزمهم أن يسلكوا المسلك الرافضي الذي هو عليه، وكان قبل ذلك فيما يزعم أنه سني، لكنه سني بدون علم ولا عمل ولا عقيدة، ثم أخذ المذهب الشيعي الاثني عشري. فاللهم نسأل الله أن يهيئ للمسلمين الخير الكثير، كما أسأله جل وعلا أن يطفئ فتنة اليمن بانتصار أهل اليمن ومن يعينهم على الطائفة الحثوية الرافضية التي ما كان لها شيء يذكر في السابق إلا قليل، وإلا فيها فرقة موجودة لكن لا حكم لها في الزيدية ولا شغل لها، مهضومة من كل جانب، حتى قامت الدولة الصفوية في إيران ثم أمدوها ثم إلى آخره، وسعت تلك الدولة في إيران على أن تفسد بقية البلاد الإسلامية من السودان وغيره، واستجلبت عددا من السودانيين لتعلمهم القضاء في بلاد إيران، لكن الله خيب رجاءها، وإن شاء الله سوف يخيب رجاءها في كل شيء. وآخر دعوانا، وأسأل الله أن يوفق لأمرنا في هذه البلاد لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله وقمع الفتن والسعي في إخماد كل فتنة ونصرة الحق والدين والشريعة، إن الله القادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.